كنا مع بعض في نادي العين. والله انا قعدت سنه هناك وبعد كده رجعت بطلت تدريب خالص. هنسمع يسري بيقول ايه وبعدين نرجع تاني. هو اللي اسسنا، علمنا الاحتراف قبل ما يبقى موجود الاحتراف اساسا موجود في مصر. كنا بنيجي النادي الساعه 11 الصبح، نتغدى الساعه 12 الظهر، نتمرن الساعه 3، نصلي المغرب الساعه 5، وما نروحش غير لما صلينا. عشان كده نادي المقاولين العرب في خلال 3 سنين بقى في الدوري الممتاز. توجيهاته، اخلاصه في الشغل، اتعلمنا منه الاخلاص والتوجيه وحسن المعامله، كنا بنحبه ونحترمه. يعني ليه مواقف كبيره معانا. انا اتعرفت عليه كابتن، كان رئيس حرس كليه الحقوق، كان نقيب ورئيس حرس كليه الحقوق، وانا كنت طالب في كليه الحقوق. كان معايا كابتن فتحي مبروك، كنا طلاب في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وكان هو بيدربنا في منتخب الجامعة. ومرت السنين وانا كنت لعيب في نادي الزمالك وقتها، ومرت السنين ورحت لعبت في نادي السكة الحديد، وبعدين طلبني ان انا اروح نادي المقاولين العرب. هم اول ما بيأسسوا مجرد الكابتن عبد المنعم الحاج ما قال لي تيجي معانا نادي المقاولين العرب لم اتردد، مع اني كنت بلعب دوري ممتاز. سبت الدوري الممتاز ورحت لعبت درجة ثالثة في نادي المقاولين العرب وهم بيأسسوه. الحقيقة الكابتن ليه مواقف كتير معايا، بس أنا في موقف ما بنساهوش وتعلمت منه كتير. إنما أنا آخر سنة لعبت فيها أصبت وما لعبتش فترات طويلة، فهو قال لي أنت هتبقى مدرب. قلت له يا كابتن أنا محامي وخريج لسانس حقوق ومدرب. قال لي هتبقى مدرب، واسمع الكلمتين دول لغايه دلوقتي، دول يعني دستور في حياتي ماشي عليه. حب المهنه دي كويس واخلص لها واعمل اقصى ما تستطيع، هتلاقي التوفيق نازل لك من كل مكان وهتعمل كل اللي نفسك فيه، بس يبقى اساسا اخلاص في العمل. كابتن عم منعم لما قعد اتكلم عن حبي ليك وتقديري ليك مش هيكفي، انا كل ما فيها بس ان انا بدعي لك من كل قلبي بدوام الصحه والعافيه، وانك دايما تبقى في وسطنا في احسن صحه وعافيه، وما نسمعش عنك غير كل خير ان شاء الله. ربنا يكرمك يا يسري يا ابني. شوف السمعه الطيبه والسيره الكويسه والمعامله الكويسه مع الناس، هي دي المكسب. بس كده، هي دي المكسب. هتقول ايه ليسري؟ الله يا ابني يسرى، بشكرك جدا على الكلام الجميل اللي انت قلته ده، وانا فرحان ان انا قدرت الاقي بطل زيك كده يتكلم ويقول الكلام ده، وانه فضل التدريب على مهنته اللي هي المحاماه، مهنته للمحاماه، وهو دلوقتي النهارده بسم الله ما شاء الله في نادي المقاولين العرب، شيء يفرح يعني. وانا بقول لك يا يسرى وحشتني، بقالي سنين ما شفتكش ولا سمعنا صوتك في الكاس، وحشتناك سمعنا صوتك. طيب كابتن او اللواء عبد المنعم الحاج جه كابتن فؤاد صدقي الله بعد الفتره دي وقال لك انا خلاص هسيب المقاولين وهمشي، وانت جالك عقد بعد كده في قطر نادي الريان ونادي النهضه، وعملت من خلال نادي الريان والنهضه عملت نهضه جديده في الكره القطريه، وحققت دوري مع ده ودوري مع ده. بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجلس.